وانس ان اليوزر حدد الكيلو فولت بيك والملي امبير اللي هو محتاجهم، لازم الكلام ده يبقى امبلمنتد بشكل ما داخل الجهاز. الكلام ده بيحصل في اللو فولتج سكشن بتاع الجهاز في مكان او في ديفايس باستعمال ديفايس اسمها الاوتو ترانسفورمر. الاوتو ترانسفورمر هو زيه زي الترانسفورمر العادي بالظبط، بس ده الاختلاف بينه وبين الترانسفورمر المعتاد ان دوت بيبقى البرايمري والسكندري هم عباره عن وان سنجل كويل. بالنسبه للترانسفورمر الايزوليتنج ترانسفورمر بيبقى البرايمري والسكندري بيبقوا منفصلين، بس تيل القانون بتاع الترانسفورمر هو واحد، نفس القانون هو واحد، عدد الترنز عدد اللفات في السكندري على عدد اللفات بتاعت البرايمري بتحدد الفولتج في السكندري بالنسبه للفولتج في البرايمري. فاحنا بيسكلي اللي بيحصل عندنا بنحط الفولتج من المينز ونختار هنا عدد اللفات اللي احنا محتاجينه علشان يدينا الفولتج اللي احنا بنحتاجه عشان السيستم. فالفكره هنا ان احنا عندنا في الاكس راي احنا بنتكلم على ان احنا بنعمل سويتشنج بتوين كيلو فولت بيكس، يعني نتكلم مثلا محتاجين مثلا ان احنا نبقى عندنا سيلكشن من اول مثلا سي 25 كيلو فولت بيك لغايه مثلا 120 او 130 كيلو فولت بيك. فالسويتشنج بالنسبه للهاي فولتج اللي بالشكل ده كده بيبقى الحقيقه في منتهى الصعوبه. الابسط ان احنا ناخد الفولتج في اللو فولتج سكشن، يعني ناخد هنا مثلا 100 فولت، نحط 100 فولت على الاوتو ترانسفورمر وناخد مثلا 10 فولت 20 فولت 30 فولت وهكذا. وبعد كده بعد ما ناخد الفولتج ده، بعد ما نختار الفولتج دوت من الجزء اللي هو لو فولتج، ناخده بعد كده نكبره باستعمال ترانسفورمر كبير اللي هو الهاي فولتج ترانسفورمر، نضربه في 1000 مثلا، يبقى فيه ترنز ريشيو 1000، بحيث تحول لنا الفولتج احنا اخترناه هنا في اللو فولتج سكشن تحوله لنا لكيلو فولت. فبيسكلي بيبقى في عندنا طبعا دي من ناحيه السيفتي، طبعا دي بتبقى ابسط بكتير بالسيفتي بالنسبه للايز اوف امبلمنتيشن بيبقى ابسط بكتير. فهنا احنا بنختار يعني بيبقى في عندنا تابس كده موجوده في الاوتو ترانسفورمر بنختار بيها الكيلو فولت بيك بيساوي كام. ده طبعا ممكن نختاره باشكال مختلفه، ممكن مثلا بيبقى في ساعات في الانظمه القديمه كان بيبقى ميكانيكال سويتش، في الانظمه الجديده طبعا الكلام ده كله بيتعمل بشكل ديجيتال، بيتعمل بشكل يبقى في عندي مثلا مالتيبلكسر او حاجه زي كده، وممكن يبقى في ريلي او وات ايفر. في الاخر بيبقى عندنا سيلكشن للفولتج اللي احنا محتاجينه من الاوتو ترانسفورمر، بحيث ان هو بعد كده باخده بضربه مثلا في 1000 بحيث يديني الكيلو فولت بيك اللي انا محتاجه. طبعا علشان اقيس الكيلو فولت بيك بيبقى ابسط بكتير جدا ان انا اقيسه في اللو فولتج وانا عارف اوريدي الترنز ريشيو كام، يعني بيسكلي اقدر ان انا احدد منها الكيلو فولت بيك اللي طالع براكتيكالي بيساوي كام. فهنا انا بقيس الكيلو فولت بيك كمثلا كفولت، يعني لو مثلا لو قيسته لقيته 50 مثلا ابقى عارف ان هي في التيوب مثلا بيبقى فيه 50 كيلو فولت بيك مش 50 فولت بس. نفس الكلام برضو بنعمله الحقيقه بالنسبه للكنترول بتاع الملي امبير، بيبقى عندي برضو حاجه زي سيلكتور كده بيحدد لي بالظبط الكرنت اللي ماشي في الفيلمنت بيساوي كام. فهنا برضو بقدر اعمله بان انا باخد جزء من الاوتو ترانسفورمر والجزء دوت بمشيه في ديفرنت ريزيستورز هنا بحيث ان هو يتحكم لي في الكرنت اللي ماشي هيكون كام بالظبط. فدي برضو بعمل السيلكشن دوت بشكل يعني موجود عندي في اللو فولتج مش في الهاي فولتج، بحيث ان انا اقدر اعمله بشكل مبسط. في الاخر خالص الجزء اللي هو في يعني وانس ان انا اخترت من الاوتو ترانسفورمر الفولتج بتاعي كام، هو بعد كده بيروح على الهاي فولتج ترانسفورمر ويتحول لكيلو فولت بالشكل اللي انا محتاجه.